سالم كامل محمد الشرفي، مواليد 5/6/1932 في مدينة بئر السبع، وتعلمت في مدرسة بئر السبع لغاية الصف السابع، وكانوا أيام الانتداب ياخذوا الثلاثة الأوائل ويودوهم وين؟ على القدس. وفعلا أنا ذهبت إلى مدينة القدس وتعلمت في هناك، وسنة 1948 هاجرنا من السبع إلى غزة. دخلت في نادي غزة الرياضي، كنت بلعب كرة قدم، كرة سلة، سباحة، وبعدها أخذت بطولة فلسطين 10 سنوات في قطاع غزة في تنس الطاولة. 10 سنين عمره ما واحد أخذها أكثر من سنتين. بنيجي إحنا الآن في مدينة غزة وفي نادي غزة الرياضي، دخلت الفريق الثاني لكرة القدم، وانتقلت بعدها للفريق الأول، وكنت بلعب سلة وتنس طاولة وكرة قدم. الرياضة جزء، لأنه كنا لما نسافر ونمثل بطولة العالم في تنس الطاولة في الصين الشعبية وفي ستوكهولم في السويد سنة 67، كنا بنرفع علم فلسطين، لأنه في الأول ما كناش أقوياء، وبعدها الحمد لله يعني تقدر تقول أخذنا نتيجة عامة في تنس الطاولة 33 من الدول المشتركة، وكانت مصر جمهورية مصر العربية 26. يعني بعدها جوينا وجبنا مدرب من الخارج، والحمد لله مثلنا فلسطين على أحسن وجه بالنسبة للرياضة وللسياسة ولقضية فلسطين. أكثر وحدات رياضية في حياتي عندما اشتركنا في بطولة العالم في ستوكهولم في السويد، وجدت المنظمين عاملين القرعة بدون ما أنا أحضر كرئيس اتحاد فلسطين لتنس الطاولة، وحطوا فلسطين مع إسرائيل. هذه نقطة مهمة جدا جدا. طبعا رئيس الاتحاد الإسرائيلي أيامها كلم سفيرهم في السويد في ستوكهولم في السويد، وكل اليهود حضروا على أساس طب فريق فلسطين وحيلعب إجباري راح يلعب. نادى فلسطين أند غازا at the table number 18، عمري ما بنساها، طاولة رقم 18. نزل فريق إسرائيلي يسخن، فريق فلسطين مش موجود،
والله رحت للحكم وتريت حطين الحكم يهودي سويدي. قلت له انت بتعرف مع مين بتحكي الان؟ قال لا. قلت له بتحكي مع رئيس اتحاد فلسطين الدولي لتنس الطاولة اللي فاهم القانون اكتر منك، كيف بتقول لي روح جيب الفريق ومعاك نص ساعة والقانون بقول لك اذا تغيب فريق عن النزول لارض الملعب 15 دقيقة يعتبر مهزوم، تقدر تعلن النتيجة والسلام عليكم. رغم قلة الإمكانيات اللي كانت موجودة في قطاع غزة وعدم وجود ملاعب معشبة، كنا نلعب على ملعب كان مدرسة الإمام الشافعي، كنا بنلعب على ملعب نحاتة وشقف واللي كان بيقع كله دم بسيط. المهم الحمد لله وعلى هذا الحال وكل حال، الرياضة هي وسيلة وليست غاية. علم فلسطين لما كان بيرتفع والنشيد اننا عائدون نشيد فلسطين، كان الواحد يعني الدمعة بتنزل من عينيه وبيبكي. ليش؟ لانه يعني فيش اعز من كلمة فلسطين على الاطلاق، يعني فلسطين هي في القلب دايما. أغلب الجمهور الأوروبي مش عارف إيش العلم، ولما قالوا علم فلسطين العرب كلها وقفت وعينيها تدمع، والحمد لله يعني الكل كان متجاوب معانا من الدول العربية. كانت مباراة نهائية معانا نادي غزة الرياضي والنادي القومي. أنا كنت ماخذ لقب هداف فلسطين الأول سنة 1953. راحوا لأبويا يقولوا له إذا لعب سالم هيجيكوا رجل مكسورة ما تاخذوناش. ليش يا عمي؟ قال بدناش يلعبوا، طيب من اليوم عرسه. المهم بقول انا للحاج رشاد كان ذكي فلته من الذكاء الله يرحمه، بقول له كاسك لا يمكن يطلع برا. قال افهم من هذا الكلام بانك راح تلعب بكره؟ قلت له لبسي حيكون فايتني في الملعب. وفعلا
ابن اختي دكتور اياد كان صغير، اعطيته اللبس وراح فيه على الملعب. اجا ابو طارق اللي هو ابن عم سلمان الشرفة، وين سالم يا عمي؟ قال لي خش خش معاه افتح نفسه ياكل، بيعرف سليمان لاعب كوره برضه اكبر مني. قال له اه هي جوه في الاوضه تبعته. طلع ما لقانيش، لقى الباب الشباك مفتوح وناطط انا من فوق البرنده وعلى الملعب عدل. قال له يا عمي فيش حدا. قال له ايش بتحكي؟ قال له بقول لك فيش حدا، وهلقيتها هو في الملعب. نزلت العيلة بالبيلة كلها الكبيرة بصغيرها على الملعب، ولوني بصول وبجول ومعيش خبر انه اليوم عرسي، وانا طالع وحامل الكاس وموكب العروس رايح على الدار في الصبرة. مش هذه الدار، الدار اللي بالأجار، هذه دار ملك والحمد لله. هذه الحاج رشاد كتبها في سجل نادي غزة الرياضي في بماء من الذهب.